فاميلي اليوم عن الرضاعة الطبيعية، موضوع طبعاً عم يرجع بينحكى فيه بشكل كتير جدي وبشكل كتير كبير من كل النواحي. عم نحكي من الناحية النفسية أو الناحية الطبية أو حتى للأم مش بس للولد. اليوم رح منعالج هالموضوع مع دكتور ألين الحسيني عساف، دكتور بعلم النفس، أستاذة جامعية ومعالجة نفسية. أهلا وسهلا فيك، ومرافقك اليوم دكتور وسيم بيطار، أهلا فيك، حضرتك طبيب أطفال. من شان هيك رح منجرب قد ما فينا نجمع هالموضوع، وأكيد ألين بتحكينا مع حفظ الألقاب طبعاً، رح تحكينا كتير على الشق العاطفي وعلى الشق النفسي للموضوع. خلينا نبلش مع دكتور بيطار، نقول شو منافع الرضاعة، قد ايه مهم حليب الأم من الناحية الطبية بحت؟ أول شيء رانيا، مثل ما كنت عم تقولي هلأ هي الترند هي البريست فيدينج. رجعنا صرت بتكون مثل ما قبل شوي كنا عم نحكي تحت الهواء انه بتكون ان اذا كنت عم تكوني بريست فيدينج مام، وهون الترند بتكون نافعه جدا بهيك حال. يعني اكيد دائما الترند لها اوقات بوزيتيف ونيجاتيف، بس هالمره كثير بوزيتيف لانه الرضاعه الطبيعيه وحسب دراسات علميه مش بس اقوال وتنظير، يعني منظمه الصحه العالميه لما بتنصحك بالرضاعه الطبيعيه 6 اشهر على الاقل وبتقول لك اذا بدك كفئ لعمر السنتين، ما عملتها عبثا لانه عرفت انه الرضاعه الطبيعيه هي وحده من الاساسيات بتنميه وتغذيه الطفل، وبالتالي في لها منافع كثير كثير كبيره للطفل وللام كمان صحيا عم نحكي اكيد غير نفسيا. شو الفرق بين الحليب الام وحليب الفورمولا يلي بنعرفه بالسوق؟ أجان كثير انبسطت انك قلتي فورمولا لانه ما بحب سمي الحليب المصنع حليب، لانه هو مصنع، يعني منضاف له هو خلطه فيتامينات وهرمونات وكذا لحتى يصير حليب بيشبه حليب الام. يعني دائما شركات المصنعه للحليب بتقول انه نحن عم الاقرب لحليب الام، مجرد ما الماركتينج كامبين تبعهم بتقول انه نحن الاقرب لحليب الام، بتعرفي قد ايه حليب الام مختلف وكثير صعب وغني بكل الفيتامينات يلي الولد بحاجه لها. في فرق كثير 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 كبير بين الحليب المصنع وحليب الام. رح نحكي عن الفيتامينات الموجوده بالاثنين، كمان عن السيدات يلي لسبب معين ما قدروا انه يكون عم بيعطوا حليبهم لاولادهم. بس اسمح لي كمان وجه تحيه لمعالي وزير الصحه غسان حصباني، لانه عم بيقوم بمجهود كثير كبير لتشجيع الرضاعه الطبيعيه، واكيد في ايفنت كثير قريب لهالموضوع لحتى يكون في تشجيع أكثر من قبل وزارة الصحة اللبنانية. مشكور. ألين، المنافع أكيد رح ناخد كل شيء، فيتامينات وكل شيء ممكن يفيد صحة الولد. بين الأم والولد شو هالقصة يلي بيحكوا عنها البوندينج، وهل ما بتنبنى هالعلاقة إلا بالرضاعة الطبيعية؟ دائما نحن عفت ولا مرة منا يمكن حلقة على الأقل ما، بس بكل حلقة نحكي عن هالعلاقة الكور أكور، الجسم مع الجسم، بين الأم وبين الولد، خاصة بأول لحظات أول ما بيطلع الولد وبأول سنة، قد هي ضرورية كيف بيصير الألتمان، كيف بتصير الرضاعة، وقد هي بتأثر على تابلو البسيكولوجيك، يعني على تركيبة الشخصية، على الأنا تبع الولد وقت بيصير بسن الرشد. قد هي ضرورية، يعني اليوم أنا بدي أحكي أكثر على أول شيء طبعاً سيكولوجياً إذا بدنا نحكي هي كتير ضرورية الرضاعة، مش لبيبخون، يعني إذا بدنا مش بس ميديكال ما ضروري يصير فيه للتما على صعيد النفساني. هلأ لانه اوقات بيتاخذ حليب الام بينعطى بالبيبرون، يعني هون غير شيء كمان. سي لو كور اكور، هو لغه الكلام الكوميونيكاسيون اللي عم بتصير بين الام وبين الولد، بين الجسد والجسد، يعني هيدا الولد وقتها هو ملزق بامه، عم توصل له ريحه امه، ملمس امه، حراره امه اللي هو كان ديجا متذكر عم يتذكرها اللي هو وقتها كان ببطن الام، دومام طعمه الحليب اللي هي نسبية، شو عم تاكل الأم اللي عم تتغير حسب شو عم تاكل الأم، كل هالعلاقة الموجودة بين الجسد والجسد هي اللي تتميز فيها للتما اللي هي غير لو بيبغون هو بعيد هالولد. فإذا كيف الطريقة هي في حدا بالرجيع عم بيقول لك أحلى شعور بالدنيا الأم طبعا أم لتوينز كمان، وكتير حلو إنه يكون، لأنه هون بتقول هي كيفية كيف عم ينعطى للتما، انا رح احكي عنه اليوم. يعني اذا الام عم تعطيه بحب، عم تعطيه ب
هي الولد رح يوصل له مع الحليب الحب، إذا الأم عم تعطيه برفض رح يوصل له الولد الرفض والاضطهاد والكراهية. أوقات الأم بتكون تعبانة، أوقات بتكون مريضة شوي، هالجسم يلي بيكون بعده مارق بكمان بروسس الولادة، أوقات بيكون ناقصة فيتامينات، في نزيف، في أمور هيك طبية بتضايق، في حرارة يمكن، وفي هالوعيات بالليل نحن بنعرف قد ايه بتعبوا جسم المرأة، خصوصي لأول ولدة اللي بتكون بعدها منها معودة، إنه معودة على راحتها تنام وتقوم ساعة اللي بدها. هل الأشياء اللي بتخليها يكون عندها نوع من التوتر أو أوقات رفض، يعني أوقات إنه خلص بدي نام أو خلص ما عندي وقت أو تعبانة أو ما إلي خلق يمكن أقعد هالوقت الطويل، لأن إحنا بنعرف قد ايه كمان الرضاعة الطبيعية بدها وقت، هيدا الموضوع بالذات بيأثر أو إذا كان موقت ما بيأثر؟ طبعا بيأثر إذا كان هو بطريقة كتير طويلة ودائما الأم حسب الدي عم تنقله لهذا الولد قلق أما رفض للرضاعة طبعا هو بيأثر. هون دائما نحن منشدد أنه من صفر نهار لازم الأم تبلش تتكلم مع الولد، يعني مش هي تعبانة لازم تبلش تخبره أنه هو مش هي تعبانة لأنه هو موجود لأن ما بتحبه، هي تعبانة لأنه هي مش معودة، لأنه هي يمكن بعدها يمكن بعمر بعدها ما عندها النضوج لتكون أم إلى آخره. أكيد أنت بتعرف كمان هالمرحلة اللي ذكرتها رانيا هي مرحلة كمان البيبي بلوز، يعني من هون أهمية استشارتكم كأخصائيين نفسيين لأنه كتير رح يأثر. دكتور وسيم إذا منشوف أنه لازم تبلش الأم بالعلاج أما تتكلم عن الرضاعة قبل ما تولد حتى، لأنه ممكن جدا هي ما ترضعت، هي عندها علاقة كانت كتير سيئة بأخذ الحليب من الأم. نحن بنعرف أنه بعلم النفس الحليب الصدر هو الأم، يعني هود ثلاث أشياء حليب صدر أم هن بيجوا للولد إقال لبعضهم. يعني إذا هي يعني تصدي عنده رمزية كتير كبيرة، هي وطفلة كان عندها علاقة رفضت من قبل الأم وما انعطت الحليب بطريقة فيها حب، ذات الشيء اللي حترجع تقدر ممكن جدا ترفض انها هي كونها ام انها تعطي الحليب لهالرضيع. تصديقا على حكيها بينتزع الحليب اوقات، يعني اوقات بيقولوا هالحليب منه صحي منه منيح. سؤال كمان كثير مهم، بس سوري بس انا هذا في اوقات عياديا الشخص بيقول كان حليب امي منه طيب، اوف بيتذكروا بس طيب البيبرون تبع بيي بيتذكر الولد طبعا وبيكون بعمر كتير كبير، ما كنت حب اما كنت مثلا استفرغ على حليب امي، قد في رفض للام ولحليب الام. هذا انتربريتاسيون بتصير بالبسيكولوجي اكيد موجوده بس طبيا ممكن اكيد هو ما بيتذكر فعليا بس انه هذا بالبسيكولوجي هو بيرجع لورا. تصديقنا حديث على اهميه السكن تو سكن والعلاقه ام صدر ولد حليب، صار في هلا مثل ديفايس إذا بدك للأم اللي مش ممكن تقدر ترضع لأسباب طبية بيتحط على الصدر وبيتعلق عليه البيبرون تيصير كأنه عم يرضع، تيصير بالمسافة تبع الرضاعة، يعني بدل ما نحمل البيبرون بنعلق البيبرون على الصدر. بالنسبة لسؤالك عن إذا في حليب بشبع حليب ما بشبع أو حليب منيح حليب مش منيح، أنا بدي أقول لك رانيا من كذا ألف سنة من وقت ما صار في إنسان لهلأ ما في حدا ما قدر رضع، حتى السيدات اللي بيولدوا توينز اثنين أو ثلاثة أو أربعة توائم الله خلق جسم المرأة إنه تقدر تدر حليب كافي إنه يشبع الأطفال إلا بحالات طبية أو حالات مرضية، بس ما في حليب مش منيح. هاي الكلمة عن جد أنا إلا إذا كان في مرض وعم يتاخد دواء معين، إذا في مرض والطبيب طلب إنه ما تعمل حليب أكيد فينا نحكي عنه هودي باختصار كمان، بس إجمالا ما في حليب بيطلع من الأم بيقولوا حليب صايت أو حليب رخو أو كذا بنسمعهم كتير بالعيادة، عن جد ما بحب أسمع هالكلمة لأنه غير صحيحة وغير دقيقة. أدابي في تهرب أوقات مع الأبسي فيها تردع يعني أوقات بتقول بس في وجع أبسي ماني قادرة هون قدي كمان جسمها ده هي من جوا رافضة بتكون. قبل ما نحكي عن العوارض النفسية الجسدية بس خلينا نرجع نذكر هيك تذكير سريع دكتور، ما نافع حليب الأم للصحة، عم نحكي من ناحية المناعة من ناحية أنه
السموم، من ناحية أكيد. يمكن الرفلو هل كمان هالموضة اليوم موضة الرفلو، وكمان للأم يعني جسديا وطبيا للأم قد ايه مفيد للسرطان. أول شيء حليب الأم في أكثر من 400 نوع من الفيتامينات الهرمونات والإيميلوغلوبولين، هي المناعة المكتسبة للطفل، وكل شيء خاصه بتغذية الطفل. بقى إذا عم نحكي بأكثر من 400 نوع من هون بتعرف قديش مهم. تبينت كل الدراسات أنه حليب الأم بخفف الحساسية عند الأطفال، بخفف الأكزيما، بخفف الربو، حتى بقوي مناعة الأطفال. يعني فيك إذا لسبب الأسباب الطفل ما تلقح ما أخذ الفاكسان، عم بياخد مناعة اللي أمه كانت مكتسبتها خلال حياتها وبكفولها تقريبا 6 شهور من حياته. بعدين للأم أول شيء رح تخسر وزن، رح ترجع تاخد الجسم اللي كان عندها قبل الولادة إذا رضعت. تاني شيء بالنسبة للرحم وكيف بيرجع الجسم مثل ما كان بيشد 100%. تاني شيء تبين الدراسات أنه الرضاعة عند للأم إلى منافع، أنه بتخفف كانسير الثدي، سرطان الثدي. ثبتتها دراسات لأنه كان إلى فترة في عليها شوية تساؤلات 100% على الثدي ثبتت 100%. وهلأ أكيد بعد في دراسات على كانسير الرحم وكانسير المبيض، بس على الثدي 100% بتخفف ريسك الكانسير. كثير منيح. ألين، الأمور العوارض اللي بتصير أكيد رح نحكي كمان قد فترة لازم تكون، بس أوقات بيصير في عوارض جسدية كثير موجعة وكثير مزعجة، إن كان البليدينج، الدم، الأبسية اللي عم تحكي عنهم، الأوجاع، الالتهابات، يعني أوقات بيصير في عندها حرارة الأم، هيدا كله شو هو بس جسدي نفسي او ممكن يكون فقط طبي؟ انا يعني فينا اكيد نشوف قبل ما نحكي على الاشياء الطبيه، نشوف ديجا الاشياء الطبيه، اذا ما في شيء طبي اكيد بيكون جسدي نفسي بسيكوسوماتيك. هون قد ايه يعني الجسم هو عم يرفض لانه ما انا قادره، هي بالوعي يمكن تقول لانه تقول اني ما بدي رد، لانه هي ان موفيز ماما بتنقال، يعني هي كانه ام ما انا منيحه بالمجتمع، بتنقال انه ما عم تعطي، خاصه اذا كانت ام لاول ولد ما عندها التجربة كيف هي تقرر لحالها. هون منشوف قد الجسم هو بيعبر على هالرفض انها تردع، بتعمل أبسي اما بتعمل بيبي بلو اما بتعمل مثل اكتئاب، اوقات بهذا الاكتئاب بخليها كانه تقعد بالتخت ما بدها تتعاطى مع حدا. في علاقة بين البيبي بلوز والرضاعة؟ بتخفف أكيد بتزيد أكيد، لأنه هون كمان خاصة إذا هي عندها علاقة منا منيحة مع صدرها، مع أنوثتها، مع إذا بتفزع أنه يتغير جسمها، يعني كل هيدي الأمور هي بتأثر على أنها تكتر البيبي بول إيه أما لا. لهذا السبب هون إرجانس طوارئ الأم، لأنه هيدا الرفض اللي عم ترفضه للأمومة دغري بينقل وبيأثر كتير سلبيا على المدى الطويل لهيدا الولد. أفضل يتوقف إرجانس تشوف معالج نفساني. أفضل يتوقف بهيك حالة لبين ما تشوف معالج أصلاً تلقائيا رح يخف الحليب. بس بسيكولوجيكمان كتير ضروري إنه يمكن دغري تتعالج هيدا الأشياء. بسيكولوجيكمان برجع بأكد كتير ضرورة القلت ما هل علاقة بين الرضيع وبين الأم. هلأ إذا حست إنه خلص بين إنه أم عم تبكي كل الوقت وعم بتفرجي عم بتقطع لهالولد مع الحليب، إنه هو مصدر الإزعاج، عم بتقطع له اضطهاد، عم بتقطع له شعور بالكره هي، وهو عم يكره حاله، بده يدمر حاله، بده يدمر الام، بيصير يعني في هيدي العلاقه بتصير. يمكن افضل طبعا انه تعطيه ببو ما بينبين العوارض كمان الجسديه عند الولد هون مثل ما كنت عم تقول تقريبا على حكيه و100% نحن كثير متفقين بكل شيء اليوم. حتى بالستريس اللي بتعيشه في ماده بتقطع بالحليب تبين انه بتقدر تسبب المغص القوي عند الاطفال. يعني بيجوا لعنا البيبي عم بيبكي عم بيبكي عم بيبكي ما عم بيعرفوا شو هو، بيكون ستريس لعشته الام أثر على البيبي. ومثل ما كنت قلت لك تلقائيا رح يخف الحليب، لانه وحده من الاشياء اللي عاده نطلبها لحتى يزيد الحليب عند الام هي تخفيف ستريس عند الام. سو اذا في ستريس شو لازم تعمل على فكره؟ يعني هيك شويه لازم تشرب كثير مي، سوائل، تاكل من كل شيء، ما في يقعدوا بينقوا لها اشياء مش مزبوط فيها، تاكل من كل شيء ولازم تاكل من كل شيء اكل متنوع كرمال اكيد عدا البهارات وهالقصص. لا نحن سالت السؤال لانه فيها تاكل بهار، فيها تاكل لحم ني، فيها تاكل سوشي. كل ام هلا عم تحضري فيك اليوم تتعشي سوشي. بس شغلتين ما ياخذون بليز، البيره اوكي،
ممنوعه كليا لانه بتسبب مغص عند ابنك، وثاني شغله هي الملفوف لانه الملفوف بخلي ريحه الحليب تصير بشعه وما بيعود يقبل بصير يرفضها البيبي. قبل ما نتابع خليني نذكر مشاهدينا انه ممكن يتصلوا فينا مباشره على 0464 لا طرح اي سؤال او استفسار اليوم عن موضوعنا الرضاعه الطبيعيه. كنا عم نحكي عن الرفض، بس خليني كمان يعني استفسر من شغله هيك كمان عمليه ومن الاثنين هيدا للاثنين هالسؤال، اي متى لازم نبلش بالرضاعه واي متى لازم تنتهي الرضاعه؟ اكيد رح نحكي عن الطريقه لتوقيف الرضاعه وعن الكولوستروم كمان، اي متى لازم نبلش؟ بس بدي اذكر نقطه مهمه انه هالرفض لاوقات الولد بيعملها، مش هيك عندنا انوريكسي دو نوريسون، يعني وقتها الولد ما بياكل بقى ابدا، بيرفض انه ياكل. ليك قدي الحليب عنده معاني انفعالية ونفسية، في مشاعر مع الحليب كيف الأم عم تعطي، أي متى لازم يتوقف؟ المحللين النفسانيين هون بينقسموا، فرويد بقول ما عليه فيها تضلها لثلاث سنين أربع سنين الرضاعة فيها بس مش إجباري، لا طبعا لا سي ناتوريل وقتها بتوقف. فرانسواز دولتول هي كثير هي المحلله النفسيه اللي اشتغلت كثير لسنين بس مع الاولاد، بتاكد قد ايه ضروري يصير في لهالولد يكون بنمو نفساني مزبوط وللام تسمح له بانه يكبر مثل ما عمل دكتور وسيم. نقص الكوردون الرمزي هون، اول خصاء هو بدنا نقص الكوردون اومبيليكال طلعته من بطنه وصار هو بالخارج، وتاني باساج للنمو النفساني المضبوط خصاء لغة الرضاعة بتسميها هيك فرانسواز دولتو، لغة الجسد مع الجسد مضبوط، يعني تيقدر ينتقل الولد يصير كائن متكلم يقدر يحكي يوصل انه يحكي لازم يتوقف يصير في خصاء على صعيد البارول اللانجاج تبع التيتون، يعني على صعيد الرضاعه. نرجع لكينا للمراحل النفسيه هون لمراحل التطور النفسي، يعني عند اي مرحله لازم تقريبا يعني بعد الست شهور يعني باخر السنه من وراء محللين نفسيين بنلاقي انه لازم تبلش لانه ديجا بيطلع له سنين ديجا، يعني بيقدر اكثر ياكل اشياء كونسيستان، هون الام بتقدر تسمح له لانه هو عم يكبر تتعامل معه كهو ولد قدر يستعمل ايديه لياكل، بدها تفوت له مع هالفطام اللي بدها تعمل له اياه اكثر الكلام واللعب، اكثر نقول بان دو بارول، يعني حمام من الكلام بده يكون بديل عن هالكور اكور، هالبلاجر هالبليزير اللي كان ياخذه من هالكور اكور بده يستبدل بالبليزير باللذه باكثر الام تتحدث معه وتلعب معه بلغه الكلام اكثر. فظيعه كيف بتفسر لنا ما هيك؟ بس يمكن 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 تنفهم غلط، لانه هلا في ناس رح يقولوا قالت بعد الست اشهر، في ناس رح يفهموها غلط، رح يقولوا قالت بعد الست اشهر نوقف الرضاعه، مش هيدا قصدها اكيد. أكيد. لا هي قالت انه بين الست اشهر والسنه تقريبا. في عندنا دو كوران، هلا اكثر من سنه ونص بنشوف انه اوقات خاصه كيف الام عم تعطي، اذا الام عم تستبدل الابنه بالشريك عم بتخليه لانه هي ديجا عندها قلق وبدها تخليه جواتها، صرنا بعلاقه باثولوجيه. بس نحن تنكسر هالشغله بما انه عم نحكي عن الرضاعه، ما بننسى نحن بدنا بالنهايه حليب الام، فينا نكسر هالشغله حتى نكون بين فرويد وتاني ايكول، انه تشفط حليبها وتعطيهم بالبيبرون. دونك بس كمان بدنا نشوف لاي عمر بيضل بحاجه الولد، لانه نحن بنعرف انه ابارتير دو سيستيما تنكون عم نحكي اساس دقيقه طبيه بضل يفيد. اكيد اكيد، يعني اذا انا بدي اكون شوي دبلومات، اذا بدك على كل حال اجمع بين الاثنين، دكتور عساف قالت انه في مدرستين ونحن ما عم نقول شو الصح وشو غلط، عندي اتصال بس سي با ايستوار دو مدرستين، هي مدرسه وحده هن، بس عندنا هالاراء وبدها تكون اشياء ناتشورال. سوري راح الاتصال، ناطرين اتصالاتكم من جديد على 0464. خليني احكي بس عن الكولوسترو، هالصمخ اللي بيطلع بالاول، لانه في ناس بيقولوا برضع اسبوع لحديت ما ياخذوا الكولوستروم برجع بوقف، عم نحكي من الناحيه الطبيه هذا الشيء صحيح؟ اكيد لا، لانه الله خلقنا بشكل انه عطى كل يوم بيومه تركيبة مختلفة للحليب اللي بيطلع من صدر الأم حسب قدرة الطفل على قديه بيقدر يمص الحليب وقديه معدته بتتحمل وكيف بيقدر يبلع. أول ثلاثة أيام عطاه كمية كتير قليلة كونسنتري فيها كل شيء حتى يقدر بهالكمية القليلة يشبع.
وهالكمية اللي فيها غذاء كتير بيعطوه أهمية إنه بس ما هي حليب بالنهاية. سو الكولوستروم أو الحليب هو حليب في كل شيء. سو إذا اختلفت كميته أو لونه أو شكله ما اختلف كتير عن غيره. يعني مش إنه أنا أعطيت الكولوستروم أربعة أيام وبعدين خلص، لا، كولوستروم يعني حليب يعني حليب يعني حليب. نعم. يعني بدنا نكمل بهالموضوع. إذا أم رضعت فترة قليلة، يعني هون عم نحكي حتى أقل من 6 أشهر، حتى أقل من شهر، يعني لنقول معدل شهر أو 40 يوم، هالشي بيفيد أو بيضر؟ يعني نفسياً مع أنه أكتر طبعاً أكيد أكتر. بس بيفيد يعني هذا الشيء. بدنا أكتر من 6 أشهر. هون كنت بدي ركز مش على 6 أشهر يصير الفطام، لأنه الولد بيطلع بيبلش يطلع له دراسه وبيشعر ممكن أنه بيعمل أسوسياسيون أنه لأنه طلع له دراسه يعني عضى للأم أزيها للأم، مش هيك قصصته وقفت له الرضاعة. فإذا بده يصير فيه الفطام مش بال6 أشهر، يا قبلها بشوي يا بعدها. بتأثر نفسيا، برجع بقول أزبط يكون أكثر من شهر. بس مش أحسن من ما أنه ما تردع أبدا؟ طبعا بلا أكيد. أكيد قطعت له كثير هالكوغا كوغل، هو أول أشهر أول شهر هو هالتشما مع الأم كثير ضروري. كثير بدي أتوقف على نقطة بليز رانيا، أنا دايما بحكيها ضد التتريم، ضد التتريم. يعني مش لازم تنطر الام بعد نص ساعه لتردعه لانه بدها تفوت له قانون معين. ولد قبل السنتين ونص ما عنده قانون، يعني مش لازم نترم. بيصل له اضطهاد وكراهيه من الام وبيشعر بفراغ بمعدته. هالفراغ عنده معنى عند الرضيع، هو فراغ الاضطهاد الكراهيه وبيكره حاله والتدمير لحاله وللام. جسديا بيكون عم بيواجه على فكره الجوع. فوالا هالفراغ كثير بيرجع بيحكي عنه قد ايه هيدا، لانه بيشعر انه بده يموت بالفراغ. وبذات الوقت مش كل الوقت الام لازم تضلها حاطه ابنها على جسمها، يعني مثل ما بنقول لازم تكون سوفيزامون بون. فري بريست فيدينج مع ليميتيشنز. الو الو يا هلا، مين معنا؟ بونجور، معك مدام نصار. تفضلي. انا مدام، انا عندي، انا ام لبنتين. نعم. بدي اطلب منك لو سمحتي توطي صوت التلفزيون على الاخر، تسمعينا بس من الابارات. رضعت أول بنت رضعت أول بنت 3 سنين والثانية 2 سنين و8 أشهر. وبالوقت اللي عم رضع فيه كانت كمان نمرق لهم أكل وكل شيء، تصاروا 3 سنين دغري على الكباية الحليب. يعني كانت رضعهم الصبح يناموا كل النهار يشبعوا. تصديقا انه طيقولوا انه عم نقول انه لست اشهر او شيء، انه انا عد رضعت لثلاثة، لو كان في يكمل لانه راحوا على المدرسه، لو في يكمل كنت كملت. شكرا لاتصالك. نعم. بدي اسال سؤال انه منيح ولا لا انه 3 سنين 2 سنين و8 أشهر وكثير كان في كثير كان في. رح نحكي عن هالموضوع. على كل حال بيقولوا رضاعه بتجري رضاعه، يعني بصير الام عندها بعد اكثر واكثر حليب. أكيد. يعني وخاصه الرضاعه المباشره. يعني مش بس اذا شفطت الحليب، هذا نصيون كثير مهمه، انه اذا استعملت البامبينج هذا الشيء بيخلي الحليب يخف، سو بخف البريست فيدينغ. سو لازم يكون الرضاعه مباشره حتى. نعم. الحليب يضل. بس 3 سنين مش كثير شوي؟ لا. ما راح يزعل جوابي لا. لا بس بدنا ناخذ طبعا وجهه نظر نفسيه. انا انبسطت من المدام اللي بس هون عم نحكي. دكتور بس هون عم نحكي من الناحيه الطبيه طبعا، هذا الحليب بفيد الكل يعني. بس بدنا نحكي نفسيا، لا في مراحل نفسيه بده يمرق فيها الولد. نقدر نسمح للولد انه يزيع عن امه، انه يمشي، انه يكتشف الاخر، يلعب، لازم يكون قبل 3 سنين. بس هذا رايي النفسي. نعم. ليه؟ لنقدر ننتقل مثل ما قلت لك، اول شيء عم ننتقل من الكوغدون اومبيليكال في خصاء له، طلع الولد يرجع عملنا نوعا ما مستقل للتيتون باللونجاج دي تيتون، تا يقدر هو يمشي تنقل لثالث. ممكن ولد يمشي ياخذ حليب ام ثانيه يوصل للاستقلاليه. يعني ممكن ولد ياخذ حليب ام ثانيه، من زمان كانت كثير دارجه. اكيد المرضعه طبيا نفسيا. نفسيا لا، ما انه مستحب هذا الشيء، لانه هو بده يرجع بالكوغ اكوغ، ريحتها، حرارتها. نعم. صوتها. نعم. ملمسها، هذا اللي احنا عم نرجع ننبش عليه تنروق الستريس. بس هي المرضعه ما بيكون بريست دايركت بريست فيدينغ، بتكون في بانك دولي في اوقات بتصير دايركت كمان. اذا كانت كثير انا رديت اذا دايركت يعني. عندنا اتصال ثاني. الو 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 يا هلا، مين معنا؟ معك مدام نادين. تفضلي.
بليز بدي شيء. تفضلي تفضلي انت على الهواء. بونجور. تفضلي انت على الهواء، شو سؤالك؟ بس حبيت كثير الفقره اليوم، وحبيت دي شغله انه بالسنه الثانيه الحليب الام مسؤول عن الدماغ للبيبي، يعني عن ديفلوبمون تبع الدماغ للبيبي. السنه الثانيه اللي حابه تكمل الرضاعه ما توقف، لانه السنه الثانيه هي اهم من الاولى بعد. نعم، شكرا لاتصالك. عم نحكي عن ديفلوبمون الدماغ كوجنيتيف، قد ايه بيفيد؟ اكيد فتحت لنا الطريق لنحكي عن الموضوع، لانه كمان الدراسات بينت انه مش بس اهميه على المناعه وعلى الغذاء والنمو الجسدي، في النمو العقلي والذهني والذكاء. اخر كلمه مزبوط، خلص الوقت. اخر كلمه حب كثير مع الحليب وكلام كثير ونظر كل الحواس لازم يكونوا هي عم تردع الام، هذا كثير ضروري. شكرا لوجودكم، شكرا على نصايحكم دكتور ألين الحسيني، عساف، دكتور وسيم بيطار، اهلا وسهلا فيكم. بريك صغير ومنتابع مع ايت سمارت، خليكم معنا.